بحضور ممثل معاون رئيس أركان الجيش للعمليات ومدير المعدات الفنية، أجرت كتيبة المعدات الفنية الأولى تمرين المعلومة الصادقة على منضدة الرمل في مقر الكتيبة، وجاء ذلك تأكيدا بعد أن جعل العام 2018 عام التدريب هذا، وقد بدأ التمرين بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبطال. ضمن أولويات عمل مديرية المعدات الفنية وتخطيطها الاهتمام بالعملية التدريبية لما لها من دور كبير في صناعة منتسبين قادرين على مجابهة كل الظروف. نفذت مديرية المعدات الفنية اليوم تمرين تعبوي بدون قطعات على منضدة الرمل من قبل كتيبة معدات فنية بإسناد عمليات بالعمليات التعرضية، بإسناد قيادة عمليات بالعمليات التعرضية. نيابة عن السيد معاون رئيس أركان الجيش للعمليات المحترم، نقدم شكرنا وتقديرنا إلى مديرية المعدات الفنية بشكل عام وإلى كتيبة المعدات الفنية المقر العام الأولى على هذا التمرين، ونتمنى من الكتابة الأخرى أن تنفذ هكذا تمارين مستقبلا لفائدة الضباط والآمرين بهكذا تمارين. وتضمن التدريب من خلال المنضدة الرملية تبيان المناطق التي تحدث فيها عمليات عسكرية، حيث تقوم الكتيبة بإسناد قيادة عمليات معينة أثناء العمليات التعرضية، ويهدف التمرين إلى رفع مستوى الكفاءة لضباط ومنتسبي الكتيبة، وأيضا يوضح كيفية تأمين وحماية النداءات اللاسلكية، حيث يتاح من خلال ذلك إيصال المعلومة الدقيقة بين القطعات. وعلى ضوء ذلك تقوم كتيبتنا كتيبة المعدات الفنية الأولى بتنفيذ تمرين تعبوي على منضدة الرمل، كتيبة معدات فنية بإسناد قيادة العمليات في العمليات التعرضية. الغاية من التمرين تدريب الضباط في كافة المستويات على كيفية إصدار الأوامر والحل المنطقي للمعارضة التي تواجههم في الميدان. قامت كتيبة المعدات الفنية الأولى التابعة لمديرية معدات فنية بتنفيذ تمرين المعلومة الصادقة. الغاية من التمرين هو تدريب الآمرين بمختلف مناصبهم والضباط على كيفية انفتاح كتائب وسرايا ورعاء المعدات الفنية لعمليات التعرضية. بعد أن أكدت رئاسة أركان الجيش على أهمية التدريب، نفذت كتيبة المعدات الفنية الأولى تمرين المعلومة الصادقة، والذي يهدف إلى رفع الكفاءة الفنية لدى المقاتلين والضباط. لإعلام وزارة الدفاع كرار الرباعي.